امير هي نتيجه المكسب ده اهم حاجه عندي، بس هي المشكله ان دايما بنقول 2-1 دي اسوأ نتيجه. اسوأ نتيجه طبعا، خلينا معترفين، لان انت بتتكلم لو 1-0 خلاص خلصت، فانت بتتكلم على جول. صح، فدي مشكله كبيره جدا. غير 2-0، يعني 2-0 احنا قلنا الامور حتى واحنا بنتفرج على الماتش، قلت لك 2-0 الامور هتبقى صعبه لان دي فرقه كويسه قوي. حصل، حتى احنا لما اتكلمنا قلت لي الاهلي عايزه يقابل مين؟ قلت لك سان داونز. ايوه، سان داونز سهل يجي فيه جوان رغم انها فرقه كويسه جدا. صح. لكن الاهلي تدارك الحته الدفاعيه، بدا يشتغل عليها كويس، لكن سهل جدا انه كان يجيب هدف واثنين وثلاثه هنا. حتى الماتش الاولاني اللي لعب مع سان داونز، رغم ان سان داونز طلع بنتيجه ايجابيه، لكن قدر يحرز فيها اهداف وضيع كمان. صح. فالفرقه دي فرقه الوداد فرقه كويسه قوي، الماتش صعب جدا. ف2-1 نتيجه صعبه، لكن لازم تعرف برضه زي ما الوداد فرقه كويسه، النادي الاهلي فريق كبير. تمام. يعني ممكن برضه يروح هناك يشتغل بنفس السيستم ويشتغل، وممكن يلعب على المرتدات ويجيب هدف. والنادي الاهلي معروف ان، خد بالك، الماتشات اللي هنا بتبقى اصعب من اللي بره، زي ما قال الكابتن محمد صلاح. ايوه، الماتشات اللي بره بتبقى فيها مفتوحه شويه، يعني زي ما انت بتلعبه هنا بتهاجمه، هو بيلعب زون ديفنس وبيلعب على المرتده وبيعمل عليك خطوره، نفس القصه انت هناك برضه هتلعب على الهجمه المرتده وتعمل عليه خطوره، وانت عندك كمان مظبوط. الجزء الامامي بتاع النادي الاهلي مميز جدا، عنده سرعات سواء حسين سواء بيرستاو سواء كهربا، فانت بتتكلم في الحته دي. فهي دلوقتي عايزين نقول ايه الاول؟ نقول مبروك للنادي الاهلي عشان بس ما يبقاش فيه احباط، لكن برضه بنحذر ان هي نتيجه بالنسبه للهدف بهدفين ده اللي لسه ما اتلغاش، لسه ما اتلغاش في افريقيا، اتلغى في اوروبا، فبتبقى بتبقى صعبه شويه، لكن النادي الاهلي قادر ان هو يشتغل بشكل كويس وبشكل ايجابي. طب لو جينا نتكلم على الاداء، لازم تعرف حاجه، ان فرقه الوداد درست النادي الاهلي كويس قوي. حلو. وكولر للاسف، للاسف واول مره اقولها، هو ما قدرش يعرف ان الفرقه قريته بشكل كويس. ازاي بقى؟ فرقه الوداد عرفت ان الاطراف بتاعت النادي الاهلي هي الخطوره بتاعت النادي الاهلي. تمام. وعرفت ان بيحصل فيه شيفتات بالنادي الاهلي، سواء هو بيوسع لحمدي فتحي بيجي من الحته الشمال او من الحته اليمين، نفس القصه كان بيوسع لهاني مع الشيفتات بتاعت الناس بتاع نص الملعب، فكان بيخلق مساحات في الاطراف. هو دلوقتي قفل الاطراف كويس قوي. مظبوط. لان الاطراف بقى يبعت ايه 2-3، فبقت الكوره مبقاش فيها خطوره. لاحظ كمان الهدفين جم منين؟ الاثنين من قلب الملعب. صح. تقول لي ازاي؟ اقول لك الاولانيه اختراق نص الملعب بتاعت حسين الشحات وان تو مع حمدي فتحي. ايوه، اخترق. صح صح، عدى. تمام. خد بالك، هو الاثنين المدافعين، هو مش متوقعش، هما الاثنين المدافعين وقفوا على اساس انها اوت، فسابوه. انت فاهمني؟ هو لحقها بقى واشتغل. فهو لحق وبص وشاف بشكل كويس قوي، بيرستا واتحرك بشكل كويس قوي. الهدف الثاني جاي طوليه برضه منين؟ من العمق. لكن انت ما كانش ليك خطوره، ما رحتش مثلا انفراد من الاطراف زي كل مره ما بيحصل. انت كان كل مره بيحصل كنا بنشوف حمدي فتحي، كنا بنشوف محمد هاني. مظبوط. انت فاهمني؟ الحته دي كان بيوصله كتير قوي على المرمى بسهوله. هو قفلها لك وانت مصر برضه تشتغل من الحته دي. طيب السبب بقى في اداء النادي الاهلي ان هو يبقى بالشكل ده، لازم تعرف حمدي فتحي وديانج وعلي معلول وكهرباء. علي معلول مش في حالته. الرباعي دول هم السبب. لا، مش في حالتهم. مش في حالتهم. السبب في ان يجي هدف او يبقى. لكن هم لو في حالتهم مش في يومهم يعني. كان النادي الاهلي يبقى افضل من كده. اولا تحركات حمدي فتحي مش هي تحركات حمدي فتحي اللي احنا بنشوفها. تمام. بدليل ان هو ما دخلش 18 كتير. مظبوط. احنا كنا بنشوف ان هو بيتوسع له مساحه. انت فاهمني؟ وبعدين بيكمل مع كهربا فكان بيعمل خطوره، ده ما كانش بيحصل لان كان في فرص، كان في كور كتير حتى لو عشوائيه. كان مطالب ان يبقى فيه 2-3 في ال 18. بدليل ان الهدف اللي جه كان فيه بيرستاو وكان فيه كهربا وكان فيه واحد كمان جاي من تحت. تمام. تمام. وهو ده اللي خد العين بتاع الناس، خلى بيرستاو يجي لوحده. تمام. فانت النهارده حمدي فتحي ما اشتغلش نفس الشغل، ديانج ما اشتغلش نفس الشغل، حتى لما بتطلع علي معلول انت كنت بتوقف واحد مكانه، كنت بتعمل شيفتات بين حمدي فتحي وديانج ومروان ومحمد هاني. ده ما حصلش. لما قلنا ان نص الملعب بتاع النادي الاهلي اقوى حاجه. صح. يبقى كان كلامنا صح. النهارده نص الملعب مجرد بس ان اتنين مش في حالتهم، بدا النادي الاهلي ما بقاش النادي الاهلي في ايه؟ في الاداء. هل هيبقى، كان هيبقى ده نفس الكلام لو الاهلي كان كسب 2-0 يا كابتن وائل؟ كنت اقول كده. لا مش قصدي عليك انت، انا قصدي ممكن ناس كتير وجهه نظرها تكون متفقه معاك دلوقتي. ما تبص، بقول لك بقى، ما انا لازم اقول لك بدلايل. تمام. النادي الاهلي في الماتشات اللي في القاهره غير ماتش سان داونز، مالكش دعوه بماتش سان داونز، ماشي، ما جاش عليه كم الفرص اللي جت النهارده، بدليل ان احنا بنحيي مصطفى شوبير، وده حقيقه. طبعا جون كويس، ثلاث تصديات واثق من نفسه، تحركاته كويسه، وهو السبب ان يخلي لك الماتش كده. ليه؟ لان الفرصه اللي جت في الدقيقه 40 الانفراد. صح. تمام. دي لو دخلت
كانت اختلفت، ممكن يطلع 1-0 للوداد شوط اولاني بدل ما يطلع 1-0 للنادي الاهلي. صح، انت فاهمني؟ فانت النهارده لما تيجي تتكلم مباراه داخل القاهره بين النادي الاهلي والوداد، فرصه في الدقيقه 40 انفراد، فرصه في الدقيقه 2 من الشوط الثاني اللي هي بالهيدرز اللي قال لك دي ضربه، هي مش ضربه جزاء، فرصه في الدقيقه 3 بتاعت المترجي اللي هي جه من أيوة من الجنب ولعبها من بره، لو لعبها ده فرصه في الدقيقه 69 تمام، فرصه في الدقيقه اللي هي الشوطه 79 انقاذ، هدف في الدقيقه 86. تخيل كل ده انا بقوله على النادي الاهلي. طب ليه؟ عشان هرجع اقول لك تاني، نص ملعب مش في حالته النادي الاهلي، لو نص ملعب في حالته تمام كان اعتقد ان الامور كانت اختلفت.